أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على إتاحة الفرصة بالنسبة لي، والحمد لله مثل ما الكل شاف فزت في جائزة أفضل لاعب من تصويت الجمهور، وأجمل هدف بعد تصويت الجمهور. أتوقع أن بالنسبة لي أنا أشكر الجمهور على دعمهم وثقتهم بالنسبة لي، وهذا المكسب الحقيقي بالنسبة لي حبهم. الجوائز تبقى جوائز، لكن في النهاية حبهم وتقديرهم بالنسبة لي هذا أهم شيء.